ان هناك قمة الثمانية التي عقدت في ايطاليا والتي من شأنها ان تعقد سنويا من اجل احد قضايا العالم الكبرى ومنها ازمة الاقتصاد العالمية وازمة الصحية الانفلونزا الخنازير وتلك الازمات المتواجدة من الملفات النووية في الشرق الاوسط وشبه الجزيرة الكورية وما يمكن ان يكون هناك ايضا من مساعدات لدول فقيرة يتم اعطائها وان يكون هناك بحث ودعم لكافة تلك القضايا من اجل وضع الحلول المناسبة لها بافضل ما يمكن ان يصل الى نتائج مقبولة في المرحلة المقبلة ان شاء الله.